بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. وايام ينتظر فيها المشهد الرياضي الرجل الرشيد ابراهيم. اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بك اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابه. المشهد الرياضي ينتظر ليس فقط الرجل الرشيد ولكن الراي السديد، لان حلقه الليله حلقة مهمة جدا في توقيت أكثر أهمية ممكن يكون عنوانها الرئيسي وتكلم الأهلي. أنت عايزني أبدأ دلوقتي؟ ممكن أبدأ بداية صغيرة بس التنهيدة الجامدة قوي دي. هقول لك ليه. تنهيدة عبر البعض للأصول. يرى أن الموقف الآن من أقوى؟ من الذي سينتصر؟ مع ان الموضوع في الرياضه ما هوش كده ابدا. وطول ما احنا واخدينه في كل مناحينا صفقه رياضيه، مين اللي هيكسبها عشان يبقى انتصر في الصفقه، مش في القيمه الفنيه بتاعتها او في نجاحها. مجرد اتنين يختلفوا على حاجه لازم نشوف مين اللي خدها عشان يبقى انتصر. وهذا اخطر ما يتعرض له المشهد الرياضي. عندما يتحدث النادي الاهلي، كويس انك انت قلت المفتاح ده، ولا يتحدث عشان انه بيثبت انه في موقف قوه، يقول لك اتحدث من زمان. هو بيتحدث حفاظا على حقوق وحفاظا على ثوابت بدات تهتز في المجال الرياضي. لا يمكن السكوت اكتر من كده على كل هذا الكم من الانفلات والتجاوز. احنا ما بقيناش بنتناقش في اي امر في صالح الرياضه، ولكن كلها طالما انك ساكت اتمادى انا بقى. صحيح. واخد راحتي. وتكلم الأهلي دفاعا عن كبرياء الأهلي.